هاي. بتضم معظم دول العالم مكتبات عامة بيزوروها القراء والسواح للاستفادة من الكتب والمنشورات الموجودة فيها. باختيار خلجي دمر المكتبة القديمة بنالندا سنة 1193 ليمحي البوذية من جذورها، وللأسف هالتدمير أدى لزوال النظريات الهندية القديمة بالعلوم، الرياضيات، علم الفلك والتشريح. عدد من المدن الألمانية بتضم مكتبات فنية عامة بيدفع فيها الناس لحد 5 يورو لاستعارة لوحات ومنحوتات من الفنانين المحليين ووضعها ببيوتهم لعدة أشهر. لما بيتم نشر أي كتاب بالنرويج تشتري الحكومة 1000 نسخة منه وبتوزعهم على المكتبات العامة بالبلد، والقراء بالنرويج بيتمتعوا بإمكانية إرجاع أي كتاب أخذوه على حيالة مكتبة عامة ومش بالضرورة المكتبة يلي أخذوا منها. مين قال إنه كتاب جينيس بيحتفظ بالرقم القياسي العالمي كأكتر كتاب بينسرق من المكتبات العامة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.